بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو سوف نستعرض برنامج المكتبة الإلكترونية للكتب الدراسية التفاعلية. تفضل برنامج المكتبة. نختار الآن عندنا هنا مثلا المرحلة الابتدائية، بعدين المادة لغتي الصف الرابع، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب الطالب الفصل الأول، وبعدين أنواع. يوجد هنا عندنا عدة صيغ لكتاب الواحد. الوسائط موجودة بجميع هذه الصيغ بنفس المكان، لكن تختلف الصيغ من صيغة إلى أخرى على حسب البرنامج ومميزاته. نأتي الآن هنا بستعرض الصيغ، بعدين بنتقل إلى برنامج أكتف إنسباير. أبغى أستعرض بعض المميزات الموجودة فيه بشيء من التفصيل. نأخذ مثلا عندنا برنامج الباوربوينت. هنا يوجد عندنا للصيغة الواحدة عدة أنواع على حسب الوسائط. من المميزات الجديدة للمكتبة أننا نستطيع تخصيص العرض. هنا بقى هكذا الخطر نشطه. لاحظ الان ما عندي الا تظهر للمعلم الا صيغه واحده. طيب نفتح عندنا هنا، انا لاحظ هنا يوجد عندنا وسائط، وهنا يوجد عندنا الوسائط. انا استعرض احد الوسائط هذه. إذا نقرنا عليه تشتغل عندنا وسائط. الله وبركاته. نبدأ بالحديث عن أرض. بنفس الطريقة بالنسبة للصيغة الأخرى، مثلا عندنا صيغة كبير. لاحظ عندنا نفس المكان. هنا يبدو بنفس المكان، ونفس الطريقة لو استعرضنا عندنا. نبدأ بالحديث عن أروع فصول الصيغة. عندنا النوت، لاحظ عندنا هنا موجود يا الطلاب، ونفس الكلام عندنا بالنسبة لبرنامج الاي بي بورد والاكتف انسباير. هنا مميزة الجديدة نستطيع تخصيص ان عندنا ايضا العرض. هنا نعرض الا صيغة واحدة، مثلا خلينا نقول مثلا الاكتف انسباير، نحددها هنا، وبعدين لو هنا عرض للطالب يصبح عندنا مشكلة. طيب نجي الآن هنا نشغل عندنا بالنسبة لبرنامج الأكتف إنسباير، نسكر الصيغة هذه. طيب الآن فتح لنا برنامج الأكتف إنسباير. الشيء الجديد عندنا في صيغة الأكتف إنسباير وجود رقم الصفحة هنا عشان يسهل المعلم الوصول للصفحة اللي يريده. من مميزات أكتف إنسباير وجود مؤثرات الانتقال بين الصفحات بشكل هذا. أنا بنتقل بسرعة إلى يريده. هنا عندنا مثلا نفس الكلام، هنا لو ضغط نقرنا هنا عندنا على نشتغل عندنا هنا نستطيع عندنا التكبير بالشكل هذا. وبعدين هنا مثلا يوجد عندنا التعليمات موجودة، ولو انتقلنا إلى صفحة أخرى هنا مثلا يوجد عندنا أصوات. طبعا النسخ المحلية أو الصيغة المحلية دائما أكمل بالنسبة للوسائط في الوقت الحالي. مثلا عندنا هنا صلة انطلاق موجود. اللغة العربية، الجو، رحل الشتاء. يستطيع المعلم أن يستخدم جميع الأدوات الموجودة بالآلة عندنا هنا، مثلا أداة القلم، سجل هنا يكتب، وأيضا المساحة، مثلا عندنا التعليم، يوجد هنا عندنا اختبار وتقويم للوحدة. كذا نكون انتهينا من استعراض الكتب الإلكترونية التفاعلية على المكتبة الإلكترونية.